وفي ايه ولاد؟ انت ازاي بعد العشره دي كلها ما تصرحنيش بحاجه زي دي؟ انا ما كنتش اعرف اني مش هيعجبك. نوع صاحبتي بيوصل عندها ومبسوطه، اشمعنى انا؟ هو في ايه؟ انا سالت احمد جوزها وطلع نفس الطول. تخيل لو كان في مغناطيس. ايه ده؟ نوع صاحبتي في مغناطيس وبينور في الضلمه. انت بتبالغي قوي. انت عمرك ما حاولت تبسطني. ايه ده اللي بينور في الضلمه؟ 3 دقايق وفصل. انت بتبالغي قوي. انت مدرك؟ قوي. لا لا انا بنام كده مش بيوصل كده. امبارح مسكتيه 4 ساعات واتبسطتي. ما اتكلمتيش. مالك؟ عيب قوي اللي انت بتعمله ده. انت عمرك فكرت انا بحب ايه؟ مالك؟ انا قلت لك يا احمد انه صغير ومش بيوصل للاخر. بنبلغي قوي يعني، بنبلغي قوي. صعب يقضي العمر كله، مفيش حاجه بتفضل على حالها. لا لا صغير صغير صغير. لا 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 ما يصحش الكلام ده. هو ده اللي عندي يقضي الغرض. ما بيوصلش. بس مفيش غير 15 سنتي وكمان فصل. ما بيوصلش ما بيوصلش ما بيوصلش. ايه ده اللي بينور في الضلمه؟ وبعدين انا جربت معاكي كل الانواع، مفيش حاجه نافعه معاكي. بص خليني انفعك وانا هروح لماما. عشان ما تنزلش الزنقه دي ادخل دلوقتي على ovac.net، هتلاقي باور بانك، شاحن فاست، شاحن وايرلس، كابلات سمارت، اختار اللي محتاجه وما تزنقش نفسك الزنقه.